قبل ما اروح ل2005 والنتائج ما شاء الله الرائعه مع فريق 2005 وانضمامك لقطاع الناشئين السنه اللي فاتت وانت موجود في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عايز ارجع بيك لورا شويه ولحظه انضمامك للنادي الاهلي والمفاوضات. بص طبعا في البدايه انا كنت لعيب في نادي الزمالك ويمكن مصر كلها عارفه وربنا كرمني وجالي طبعا ان انا عرض ان انا العب في النادي الاهلي، وطبعا كان شرف ليا ان انا البس فانيله النادي الاهلي وفريق بطولات واحسن فريق في افريقيا مش في مصر بس، فاي حد مكاني مش اينه بس طبعا كان لازم يفرح، فكانت لحظه يعني سعيده بالنسبه لي على والدي الله يرحمه وعلى والدتي في البيت عامه، يعني اول ما جالي المستر مانويل عايزني هو اللي كان طالبني والحمد لله المفاوضات فضلت ماشيه، كان ساعتها الكابتن عادل القيعي وكان الكابتن محمود الخطيب نائب وكابتن حسن حمدي والمفاوضات فضلت ماشيه بشكل مستمر وبشكل محترم والناس قدروا ان انا كان لسه في عقدي يعني سنين في الزمالك، مضيت في الوقت القانوني، الناس يمكن ساعتها فضلت قالت اللي إنه مضى مش في وقت قانوني، لكن انا مضيت في الوقت القانوني كان فاضل لي 6 شهور بس في نادي الزمالك ونادي الزمالك كان عايزني اجدد بس انا فضلت ان انا اروح للنادي الاهلي يعني وكان شرطي بس الوحيد اللي انا كان نفسي اشوف الكابتن محمود الخطيب طبعا الاسطوره يعني بتاعه يعني مصر. انت بجد وانت بتمضي لحظه انضمامك للنادي الاهلي كنت عايز تقعد مع كابتن محمود الخطيب؟ كنت عايز امضي في حضوره يعني وكان شيء اسعدني طبعا، يعني الكلام ده احنا نقلناه للكابتن عادلي والدي الله يرحمه طبعا كابتن اينو هو اللي نقل للكابتن عادلي قال له يا ريت اللي احنا نمضي في وجود الكابتن محمود الخطيب يعني فكابتن عادلي وصل الرساله وكابتن محمود طبعا مشكورا طبعا يعني نجم النجوم اللي هو يوافق وانا كنت سعيد جدا طبعا وانا موضيت عنده في البيت على فكره عند كابتن محمود وكانت بالنسبه لي انا كمعتز في حياتي انا دي لحظه تاريخيه طبعا لكابتن محمود يستقبلنا في بيته وامضي عنده في حضوره، فكان الكابتن هادي خشبه موجود وكابتن عادل القيعي موجود وفي وجود طبعا الكابتن محمود في بيته وشخصيا دي كانت حاجه طبعا تسعدني وادتني حافز كبير قوي هو اتكلم معايا، يمكن انا تعرضت لضغوط والناس كلها كانت عارفه في الفتره الاخيره في الزمالك لكن كلام الكابتن محمود ليا كان حافز ليه طبعا يعني هو قال لي احنا عارفين بكل اللي انت مريت بيه والظروف الصعبه واحنا عندنا ثقه فيك جامده جدا بدليل ان انت هتكون موجود في النادي الاهلي اعظم نادي طبعا انا بعتبره في الكون، مش بقول كده عشان موجود في القناه بس من اللي انا شفته في النادي، لا النادي الاهلي نادي كبير جدا وده كان حافز ليا وقلت له انا يكفيني كلام حضرتك ليا واتمنى ان انا اكون عند حسن الظن يعني والحمد لله ربنا كرم ودي كانت بدايتي بقى في النادي الاهلي.